قال الله. عدت من سامر المرطة توصل إلى بشار، راح يموه ويرفع ولا يرفع على طول ويلعبها وتنحط. جول مبكر، جول مبكر نادي الكويت في أول دقيقتين، في أول دقيقتين، واحتياط نادي الكويت ومنطلقين في كرة مثل هذه، في كرة مثل هذه في أول دقيقتين، أول دقيقتين يستطيع الكويت بأن جول، جول لصالح نادي الكويت وتسجيل، تسجيل حلو. شوف شوف إسماعيل العجمي، يا سلام يا سلام، من ركنيتين والثالثة تدخل. شوف بعد ما لعبت وترجع من بشار يصلحها بشكل حلو، وهذه جول الكويت، هذا جول الكويت بعد ما رفعها بشار وتلمس وترجع لإسماعيل العجمي اللي يحطها على طول مهاجم.